يجوز نشر مثلا مقالة أو عبارة لغير المسلم ينشرها في موقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، هذا المسألة كالآتي. الحكمة ضالة المؤمن أن وجب وأحق بها، هذه واحدة. لكن هذا الشخص إذا جاءت الحكمة وهو مغمور أو هو إنسان عادي، نعم نتداولها ولو كانت من غيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الروم، أثنى على أو صحابته أثنوا على الروم، قالوا وهم يعني أبعد الناس عن ظلم الملوك، عن ظلم الملوك. فلكن إذا كان رجل صاحب مقالات زائغة أو إلحادية أو كان يعني قسيسا داعية للتنصير أو داعية للميوعة أو لشيء لأسباب أشياء معينة تخالف الشريعة، ونشرك لقوله هذا حق، لكنه يجعل الناس يتعلقون به في غير هذا، فربما يكون عملك يعني تعظيما له وأخذا بالناس أن يتابعوا أقواله، وهم ليسوا على ثقافة عالية فيقبلون أقواله الخطأ، يقبلون الخطأ والصواب منه على حد سواء، فيكون إضلالا للعباد. أما إذا كان كلمة يعني قيلت على لسان أحد لا يخشى منها شيء، فالحكمة ضالة المؤمن.